السلام عليكم. اولا كنشكر هذه القناه الانفاس على الحضور ديالها اللي هو حضور ان شاء الله ايجابي اللي كيعطي الوضوح للمجتمع المدني وكيعطي الوضوح لجميع الجهات المعنيه. وحاليا تبارك الله في هذا المركز الاجتماعي الرياضي اللي عندي فيه في هذا القطاع ديال الرياضه عندي فيه تبارك الله جمعيات منطوية تحت إشراف المجتمع المدني. ولكن حاليا تبارك الله عندي واحد الجمعية اللي هي جمعية الشباب الصوفي اللي كتقوم بهذا الغالا تبارك الله اللي هو غالا في واحد المستوى اللي هو عالي ومنظم واحد المستوى تبارك الله اللي هو تقني. وهذه المؤسسة اللي هو تابع لهذا المؤسسة اللي هو المركز التابع للمديرية الإقليمية لعمالة عين الشق الحي الحسني النواصر عنده واحد الامتيازات وعنده واحد المميزات خاصة تبارك الله هي كتخرج في إطار الأبطال. يعني ما معنى الأبطال؟ الأبطال اللي هما شباب تبارك الله وأطفال وبراعم كتقوم بالتكوين ديالهم بالعطاء ديالهم الحمد لله باش هاد الشاب تكون عنده واحد الطاقة. شنو هي الطاقة؟ طاقة إيجابية وطاقة حتى معنوية وكتعطيهم في واحد يعني كتبعدهم بزاف ديال الأمورات والمشاكل اللي هي خطيرة بحال المخدرات بحال الإجرام بحال شي حوايج اللي حنا ما كنتمناوهمش لوليداتنا. بالنسبة للهدف ديال هاد الكالا هادي ولا هاد الدوري هذا يعني في الكيك بوكسينغ عنده أهداف. ما معنى هذه الاهداف؟ هذه الاهداف هي بغينا نخرجوا منهم ابطال تبارك الله وبغينا نوصلوهم بواحد المستوى اللي هو عالي رياضي وما يعني وما ما ماشي مشكل ماشي بعيد نشاركوا بهم يعني في جميع اللقاءات الدوليه العالميه والاولمبيه مالها يعني حتى ما يعني ما غتخلعنا ولا حتى حاجه ما غتوقفنا. نديروا النيه نديروا النيه.